حديث كعلماء وحيك قاتين وحنفية مساكين تتوقصنا كما رح يستاقي كرام مساجد نينك وحسينا وفاسق بيداد مساكين تتوقصنا وين بنانا هاكي استاقان أفاف كهوري يمكن بسالك لقبحو لكن برتنك سدكي استاقان وحي لمدي هنية هدي بادي كفكاتي محايا نينك المسكين كم حاكم بغن بادي باكم بغن بادي وابادي بيده قل يا مسألة كده حجوكسني ما الله يلا كعهاي إنك وحسية معصية أوك هالميده وتعاون على الإثم والعدوان مسكين كنا وافاسق وذاتك وحسية شيء كحس كسر بعينة أبو محمد أو حسان وافاسق بيده حنفي الكاسي تاجن تايا هو الخطر وجاء أبو محمد وحباك ما جرى مدي كرت اسألالي فإن واستنباط حق بدنوي مساكين تو مكم سيد كي استاغان لما تو كنكرو كي سات كجري وسواس هيا كي وردي وتي اذكارت ما اخري كرو مسلمين تاي دبيان بنان كا كورا وبخين كنا ورقا مساكين تو نحريست لكن سيد قوي زم ممنوع حنفي ان تاغر سنه ساكل عاول لغب الله يا شيخي يا سوق دواق هيا كاسو خير بنفر هيا كاسو خير بنفر هيا كاسو خير بنفر هيا ما ادري شو محمود كواز ويروي الا كلا قال الدوره رواه مسلم وعنه علي رضي الله تعالى عنه بحثك حنفية كأخرية كتاب كله يغنى المحيط البرهاني في الفقه النعماني باب المساجد كأخرية بحث دروي وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت مضارة مسلمين من يبيع نوح إيبنية أو يبتع مصوق قدانية في المسجد أو يبتع أو يشتري وياد معناه في المسجد مسجد قديه سفقول وحكتر أذان لا أربح الله تجارتك بدأ عدد إلهي ما فائديه الله ويادن كربحين الله ويادن كفائدين كو خسار إلهي إذن كوي بايدن محال الله ويادن الرواي يلي بحكاد البالي وهلس وهؤلاء الدنيا يكلا إلالي وإلهي بيود ديسة الرماء آخر عباده حير الله لوغ تلقى لي شقل كين كلا وهؤلاء الدنيا سوق الله آذي دكامة إنه يحفسهم